البث الإعلامي لهذه الجلسة حتى يتوقف. أنا توزير الجلسة، استمع، اجلس. يتوقف البث الإعلامي لهذه الجلسة وتذاع مسجلة. يتفضل رئيس لجنة الشباب. يتفضل هذا شأن. نأخذ الموافقة. اجلس اجلس ونأخذ موافقة المجلس. نأخذ موافقة المجلس على ذلك. لا يمكن. فليجلس السادة النواب. السادة النواب، سنأخذ رأي المجلس على ذلك. تفضلوا. نأخذ رأي المجلس. اجلس مكانك، انا اعرف قدر الجلسه. سناخذ راي المجلس. سناخذ راي المجلس. اجلسوا حتى ناخذ راي المجلس. هل هذه هي الديمقراطية؟ سنأخذ رأي المجلس. سنأخذ رأي المجلس على ذلك. لابد أن نحترم رأي المجلس. لابد وأن نحترم رأي المجلس. فلتتفضلوا بالحضور حتى نأخذ رأي المجلس. السادة النواب، تفضلوا بالجلوس حتى نأخذ رأي المجلس. اتفضلوا بالجلوس حتى نأخذ رأي المجلس. سنأخذ رأي المجلس. أنا لا أستطيع إلا أن أخذ رأي المجلس على هذا القرار. لا أستطيع أن أبلأ الجلسة قبل أخذ رأي المجلس. فإذا وافق المجلس سأزعل، بس سأحترم رأي المجلس. أنتم أقسمتم على احترام اللائحة. لقد أقسمتم أيها النواب المحترمون، لقد أقسمتم على احترام الدستور واحترام اللائحة والقانون. اتفضل اجلس. اتفضل اجلس. اتفضل اجلس. حينما يتحدث رئيس المجلس لا تقاطعه. يا استاذ محمد منير، اذا تحدثت ساطبق عليك اللائحه. ساطبق عليك اللائحه. فلتنصت لرئيس المجلس. السادة الأعضاء، الموافق على بث الجلسة يتفضل ورفع يده. وافق المجلس. بس انتهت القضية.
تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب. ثانيا القضاء على فكرة الخروج الآمن، فكل من تلبس بدماء المصريين لابد أن يحاسب أيا كان من هو. نحن نتكلم عن القصاص في كل جلسة عندما نتكلم عن الشهداء، والقصاص والمحاكمات لابد أن تكون غير انتقائية. كل من تلبس بدماء المصريين لابد أن يساءل وأن يحاسب وأن يحاكم. يجب إسقاط المجلس العسكري، يجب إسقاط المجلس العسكري، يجب إسقاط المجلس العسكري ورده عن إدارة شؤون البلاد. المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية تسبب في الكثير من إراقة دماء المصريين، وكل شوية بيتقال استنوا على خريطة الطريق. احنا من أول ما الشارع نزل يقول يسقط يسقط حكم العسكر، استنينا بس أسبوع استشهد 80 ولا 70 مواطن مصري. هل هنستنى لغاية 30/6 الدعوة اللي بيطلب بها المجلس العسكري عشان نفقد نص الشعب المصري قتلى؟ هل أنتم ترضون عن ذلك؟ المجلس العسكري هو الجهة التي لابد أن تسأل عن كل هذه الجرائم. المجلس العسكري تولى قيادة البلاد تنفيذيا منذ أن تنحى الرئيس السابق، وبالتالي هو الجهة التنفيذية التي لابد أن تسأل عن ذلك. لابد من التعجيل بانتخاب رئيس مدني منتخب حتى لا تستمر هذه الجرائم. لابد من مساءلة المجلس العسكري عن كل هذه الجرائم. الحكومة المصرية الآن تساءل بكامل عددها عن هذه الجريمة، ليس فقط المحافظ وليس فقط مدير الأمن، وإنما الحكومة بكامل عددها. أشكركم.